زون ميكست. تعالكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم الأستاذ كمال بن خليل. نحكي أستاذ باهي عدد المواضيع ما زلت عندي ماذا بين نزبوا شوية في ذيته ما عنديش بات شباب باهي. بلاغ لجنة الطوارئ في الجامعة كيفاش تقرأها؟ نقرأها بأنه الجامعة رفعت يدها على مدعم ومساند السيد عبد السلام اليونسي لأنها تعرف مليح أنه النقاط الموجودين ثم زوز منهم مستحيلين. نقطة الإدلاء بما يفيد خلاص الديون خاطر هو مش مخلص دونك مستحيل انه يدليو لهم بهذا، ونقطة محاضر جلسات العامة لأنها تعرف انه عبد السلام ما عمل حتى جلسة عامة دونك طلبت منه حاجات مستحيلة باش تتعدل المرحلة الثانية. التقارير المالية طلبت منه تركيبة الهيئة، تركيبة الهيئة شنو هو تمشيت ذيك ما عندوش هيئة مديرة تو؟ لا التركيبة اللي فيها مجدي وهو وكريم بن صالح ومعرفش شكون آخر. ما صارش احترام المواعيد. اي هاني قلت لك طلبوا منه حاجتين مستحيلين. هي الجامعه عندها دي 3 ام بي وقالت له جيب لي ما يفيد خلاص الديون نتاعك. وهي تعرف اللي الجوارات شاكين مش خالص فهمت؟ دونك هاني قلت لك انا قريت انه رفع يد من طرف الجامعه للسيد عبد السلام اليونسي. العلاقه مع الجامعه تبدلت اليوم علاش؟ تبدلت على خاطرك والضغط كبير معناتها ما عادش الجامعه واخر ما عادش فيها فهمت؟ تعرضت للضغط اون كونفيدونس بتاتر. انا سيد ودي الجيري حكيت معي يقول لي معناتها ما عادش ينجم معناتها مساندته لعبد السلام ولات شبهه بالنسبه لي. انت كنت مرشح انت في وقت من الاوقات المنصب في الجامعه؟ لا جمله نو مش جمله ما معناتها ما الحكايه ما خذتش بعد جدي فهمت؟ كانت فكره ومن بعد ما مشاتش. شو رايك في التركيبه الجديده لهيئه عبد السلام اليونسي؟ يعني التركيبة الجديدة اللي أعلن عليها بوجود فهمي العميري مثلا اللي أعلن اسمه بعد استقال. لا ما فماش تركيبة جديدة أبار مجدي الخليفي ومسي مكرم في التنظيم ما ثم حتى حد آخر. ما ثماش الآخرين كل ما ثماش. شكون ثم؟ فهمي العميري. تعيين جديد نتاع لطفي رويسي. معناتها فنيين نحكيو إدارة. الاستغناء عن حمزة الوسلاتي. الاستغناء هو في إطار دائما في إطار السياسة نتاع عبد السلام اليونسي وهو أنه عدو نفسه. اللي يعاونه ويدز معاه بعد. شنو العركة بيناتهم شنو؟ عركة متاع تم وقع ما حمزة بدا يظهر بدات خدمته تظهر بدات الناس تقول لا راهو خاطيه مش كي عبد السلام هاو مهربش معناتها هو الداعم المالي هو اللي قاعد يصرف سانو بلي با لعبد السلام. عدو نفسه اللي ينجح شوف محمد بريدة عاونه برشا في سبونسورينج نحاه. فوزي صغير وان كان معناتها صار بيناتهم خلاف لكن فوزي في الليجون كانت ماشيه كالزيت فوق الماء الليجون راه برا شوف توا الفضايح اللي قاعدين صايرين في الليجون وشوف الفوضى اللي صايره في الليجون. فوزي صغير كان مشاها على السكه الليجون توا فوضى كبيره نحاه. معناتها حمزه الوسلاتي نحاه فهمت؟ هل صحيح انه محمي من قبل حركه النهضه عبد السلام اليونسي؟ والله ما نعرف معناتها يفو بوزي لا كيستيون لي هو معناتها هاكا النهضه خرجت بيان قالت ما عندي حتى علاقه. اي خاطر فما الفرق بين اللي تقال وبين الحقيقه. اي بون انا شخصيا تيل تعاملي مع عبد السلام اليونسي عمري ما ريتو مع واحد ينتمي للنهضه. معناتها ديجا تقابل مع راجل الغنوش. لا انا نحكي اخزر المقابله ذيك للاعلام. اما نحكي لك ما تبدا معاه. يقال انه عقد القطريه جابته حركه النهضه. والله البيان الرسمي يقول انه استاذ خلينا ما نلومش احكي واللي فما ما تحكيش على البيان الرسمي. البيان الرسمي يقول وديع الجاري هو اللي دز هذا اش قال عبد السلام في تصريحه قال السيد وديع الجاري دز والحقيقة. المعلومه اللي عندي انه بدات بماتش اللافته هذيك نتاع البوندرول. البوندرول هذيك كانت تفكير القطريين في انهم يدعموا النادي الافريقي على البوندرول تعملت وهذا انا متاكد منه من اطراف قطريين. ومن بعد شكون قاف وما نجم يقول اللي حب. اي هاني قلت لك اللي انا متاكد. انا باش نقول لك انا شنو المعلومه اللي عندي وانت تقول صحيحه ولا لا. حركه النهضه هي اللي حبت تقص الطريق على رغبه يوسف الشاهد في تولي رئاسه النادي الافريقي حبت تجيب الفلوس لعبد السلام اليونسي. هل هذا صحيح ولا ما نتصورش انه حركه النهضه تخمم التخمام الساذج هذا لانه ساذج لانه يوسف الشاهد ما عنده حتى مقاومات باش يشد رئيس النادي الافريقي. يوسف الشاهد عمل لما يتشد رئيس النادي ما ينجمش يشدها ما عندوش فلوس وهو سبب من اسباب مشاكل النادي الافريقي يوسف الشاهد. في وقت من الاوقات حب يحط يده على النادي الافريقي. اي وقتها خاطر عنده القدره نتاع السلطه السياسيه فهمت؟ اما هو في ذاته ما ينجمش يشد ما عندوش الثقل المالي باش يشد فهمت؟ والمشاكل هذوما في جانب كبير منهم هو سبب.
كيفاش تقبل نادي الفريق اليوم ممنوع من الانتدابات وعبس مليون سيقاعد مزال يجي في الملعب ليا؟ فما لاعب تزيري وصل لتونس، لاعب عنده عامين ما لعبش كان معاقب. حكيت انت على رامي الجريدي، صحيحه معلومه رامي الجريدي؟ صحيحه المعلومه، متاكد انا اللي ثم اتصال وانه ثم معناتها بروجي دو كونترا، هذا متاكد منه. لا معناتها لكن هل لانه انا في بالي زاد الشخص اللي ونعرفه شخص ثقه برشا يقول لي انه رامي حط زوج شروط. الشرط الاولاني ضمان مالي معناتها باش يخلص في مستحقاته، والشرط الثاني انه يلعب. يحب يلعب معناتها يتاهل، فوالا هذه الكلمه يتاهل، مش معناتها يلعب تيتولير. يحب يتاهل، قالوا باش نقعد كيف هذوما، لا اذا باش تاهل مرحبا، ما كانش خلينا نمشي على روحي. باهي ملاعبيه تجي وتخرج كيف كيف. هاني قلت لك هذه الفوضى من غير ما يلعبوا حتى دقيقه. نحكي على جابرييل كاك، نحكي على حسام الحباسي، شنو صار في الزوز ملفات هذوما؟ بالنسبة لل والعهدة على من فسر لذلك من الهيئة معناتها انه حسام ثم امور تتعلق بالانضباط، معناتها صار خلاف فوقع استشارة. خلاف مع شكون؟ مع رئيس النادي ومع المدرب وقتها. خلاف خاطر طلب مستحقاته؟ يقولوا لا، يقولوا انه الامر، انا الكاتب العام نسمي لك، يقول لي معناتها انه الامر متعلق بالانضباط. فهمت؟ فوقع فسخ العقد. كاك ما نعرفش، يبدو انه لهنا هذا اللي خلى اللي حبيت تسال معناها. اي هاني قلت لك هذا اللي خلاني اخزر الحباب عاد وتسالوا، خلي انا اللي كنت براتيكمون في فتره كل يوم معاه وحاجات ما نعرفهمش. ما عندكش فكره معناها حتى كنت قريب غادي. هاني قلت لك ريت كي نقعدوا في البيرو انا وياه، معناتها تبدا تسمع في شخص يقول لك انا معناتها اللي هو على حق. ما سامحني نحكي لك مثال. انا سالته على حكايه التاهيل، قال لي الملاعبيه باش يتاهلوا. ما زلت باش تحكي باش يتأهلوا معناتها باش يدفع. نحكي يا سامي وينهم؟ مش قال هانا الريقلو هاو مطالب هاو كذا؟ فك عليا. فهمت غلطك عبد السلام اليونسي؟ برشا 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 عم ناول صارت. انا علاش خرجت عم ناول؟ انا خدمت عم ناول تقريبا اخر شهر فيفري مارس ابريل ماي. ماي خرجت نتيجه وقتها سالوني على اخر مره معناتها صحيح معناتها فديت في البلبولي. صحافي سالني قال لي البلبولي باش يمشي الورك انا كنت ساعه التالي معاه. قال لي لا، قلت له لا مش ماشي البلبولي. من بعد نسمع في العشيه الكتب وقع فسخ العقد. وهذا كله انت مازلت تخدم معاه معناها؟ اي هاني قلت لك عنده قدره على انه يغالط المقربين منه بشكل. فما ملف حكيت فيه، ملف التلفزه، القناه التلفزيه. اي هو زاد حكايه على الحمد لله، هذا انا عندي عليه دليل، خرج في البيان في الصفحه الرسميه. خرج في الصفحه الرسميه الحمد لله، ولا راه قالوا جبته من راسي. اي وقت حكيت قلت ما مازال بعض الجزئيات. لا بعض الجزئيات الاداريه مش الفنيه. أي في المطلب، لانه الملف بالحق قال لي ملف كامل معناتها باش يصبوه. اي لهنا اللي حبيت قاتلهم فيك اللي انت غلط في اللي حبيت. ما غلطتش، هبطت في الصفحه الرسميه. ما جبتش حاجه من عندي. وانا حكيت عليهم بعد راهو هبطت الساعه في الصفحه الرسميه ومن بعد سالوني عليه. ما عنديش علاش بنغلطهم، خاطر انا كي هبطت في الصفحه قريته كيما اللي حبيت. قال لي راهو الدوسي ما في لو دوسي ادمنستراتيف حاضر. استاذ استعملك برشا عبد السلام اليونسي باش برشا برشا موضوع الكوادر، قلت باش يرجعوا وما رجعوش. هذوكم الكوادر مرة أخرى كيما موضوع الكاميرونيين، صحح في أكثر شيء من أنه صحح ومن بعد تراجع. خلي كي نهز التليفون صابر خليفة هو موجود يسمع فيا، حكيت معاه صابر وقلت له باش نحكي مع الرئيس وحكيت مع الرزيز يا ولدي نقعدوا معاهم وخلي يرجعوا كذا. هذاك اللي في بالي من بعد سمعت اللي ما رجعوش، معناتها معناتها يفهمك يسمعك تعطيه حجج يسمعك ومن بعد يعمل اللي في راسه. علاش هذا؟ شخصيته هكاك بتتر ما نفهمش. فهمت؟ يعني انا قلت له وانا صغير قبل نتذكر اصغر من هكا برشا نقعد مع المرحوم شريف بلامين نحكي معك يقتنع بالرغم اللي انا صغير ياخذ براي في برشا حاجات. سي صالح ثابت يوم موجود يعرف، سي عزيز عبد المسلاتي يعرف. بي قبلت عاد كتبت في تدوينة ليك بكشف وثائق اسبوعيا للعباد اللي ساهمت في توارث النادي الافريقي، ما شفناش هذا. لا على الحكام نحكي مش على النادي الافريقي. قلت العباد اللي ساهمت في الازمه نتاع النادي الافريقي. وثائق اسبوعيا كتبت هذه في تدوينه، قلت اسبوعيا مش نهبط وثائق. نتذكر اسبوعيا على المظالم التحكيميه صح؟ لا مش على المظالم التحكيميه، على برشا على عباد اللي هبطت اللي ساهمت في الازمه الماليه اليوم للنادي الافريقي. اي موجود اي. اي موجود. ما شفناش وثائق اسبوعيا. ما هو خاطر الوثائق هذوك ملاها باش نقول لك علاش، خاطر من بعد كي يكلموك اطراف يقول لك راهو الملفات هذوما بنبين برشا وثائق منهم راهو متعهد بهم القضاء فك الشكايات العديده تولي ما عادش نجم تهبطهم.
على خاطر ولاو هما جزء في ملفات. تعرف قداش تم من شكايه توا؟ ثم يمكن نقول لك 15 شكايه راهو. راهو كوشي دروات، راهو ثم شكايات في النيابه العموميه، في القطب المالي، في بلجنه مكافحه الفساد. لا وتي باس ثم شكايه. العبيد على ذاك ممكن احباء الفريق اللي يفهمهم حتى ولاو متقلقين من كمال بن خليل. هو مشي على روحه. نجموا يشوفوك ترجع. مش مع بسلام زوكي. خاطر مثلا ايضا في دوسي النقاط، ستة نقاط. لا ستة نقاط. ما رجعوش. ستة نقاط ولليوم نقول لك انه انا وشخص اسمه ذاكر اول مرة نسميه، عملنا كل ما يلزم باش النقاط يرجعوا. شكون الشخص هذا؟ شخص محب من احباء النادي الافريقي. اون تو في لانه هو متواجد في اوروبا، وكان في تحول مستمر الى بلغاريا، وانا تو في باش الميلاد تهاون من عبد السلام ما رجعوش. كان نجموا يرجعوا. انا فيش تهاون نتاعو كان. ثم حاجه لازم يفهموها الاحباء، انا راني ناطق رسمي، مانيش ديسيدور، ليست لي سلطه اتخاذ القرار، ما نصححش انا على اوراق، ما ناخذش قرار. انا نجيك نقول لك يا اسلام راهي هذه هكا وهكا وهكا وهكا. تقول لي انت اوكي، من بعد نلقاك مشيت في الثنيه الاخرى، شنو باش نعمل انا؟ حكايه الستة نقاط اكثر شيء من مديره البنك البلغاري اعطت مكتوب لصالح النادي الافريقي. لانه الفيفا اللي ما فهمتوش وقتها شنو هي شركه سياحيه تخلص على النادي الافريقي. فهمت؟ اعطت مكتوب قالت راهو الشركه هذه هي وسيط مقابل عموله. يلعب دي غلطوا مره اثنين مش 10 مرات. لا هما شنو هو نف في نفس الملف، ما هو انت تبدا تمشي تي بوس. لا نحكي مع على الملفات هذوما الكل، معناها مش نحكي على. قلت لك ما هو وقتاش بدا مسلسل التغليط، لانه مسلسل مغالطات بدا في ماي. مشيت انا في ماي وانا ساكت. سليم الرياحي غلطك زاده؟ لا ما خدمتش معانا سليم. اي خاطر قلت لي قبل انه سليم الرياحي اعلمني انه انطلق في اجراءات خلاص ملف مارسيليا. اي صحيح، ما من بعد عاد قال لي ارجع انت، ما اربط لي الامور ببعضها. من بعد شنو صار؟ من بعد شنو صار؟ صار من بعد المحادثه نتاع سليم كي حكى انه معناتها عنده شرط في انه تخرج وتصير هيئه تنفيذيه واحد. وكان باش يخلص فابريسون داما وسي رضا وقتها خرج وقال رم فلوس فابريسون داما هم موجودين وهو الكاتب موجود، تتذكر ولا؟ دونك من بعد كي صارك الخلاف بينه وبين عبد السلام اليونسي وقفت البروسيدور، وقفها وهو حر، ما نجمش انا نقول بيك ما وقفتهاش. معناتها انا مسؤول على الانفورماسيون، مانيش مسؤول على ما قالها. ما قالها مش في يدي انا. الحاجات اللي لموك عليهم استاذ برشا لهم. لهنا ما تلقاش راحه برشا في البلاتو. لا ما يسالش. لا لا ما تقلقنيش. لموك على عركه مع محب، معناتها ناطق رسمي خلينا نقولوا يهبط في المستوى على الفيس صفحته في فيسبوك ويتعارك مع محب. معناها خليني نكون واضح، انا تتسب امي وتتسب مرتي وبناتي، راني نهبط تحت القاعه. لا ناطق رسمي ولا رئيس وزراء. يتسبوا عائلتي، نهبط للشخص هذاك بما يفهم. الاستاذ في موقعك انت الناس كل تتسب تقريبا. لا الناس في موقع تسكت. انا مسؤولين ما في جمعيات كبار الكل يتسبوا. الناس كل تسكت. انا ما نسكتش. كونتونا كالعام سبوا سيبورتير ما سكتش، طلع له للجرادان وضربوا. انت انا شخصيتي كيك، ما تسبنيش، ماكش تدفع لي في الفلوس، بيان كونترير انا قاعد نعطي في وقتي ومالي وجهدي للنادي الافريقي على حساب عائلتي. عائلتي هذيك اللي انت تسبها ما تسبهاش. تراجعت من بعد؟ لا وقتها قالوا لي نحاها بعض الاصدقاء، قالوا لي بربي كمال نحي. فهمت؟ اما هو لليوم راني مانيش مسايبه. تسبني ما نسايبكش. شكيت بيه قضيه عملته. شكيت بيه وما زلت باش نشكي بيه. انا ثم نعطيك معلومه اخرى ماهيش في الفيسبوك. انا ثم شخص بعث لي ميساج فيه سبان ما نحكيلكش. راهو كان تقراه انت تقول شنو المستويات هذه. مشيت له حتى المقر اقامته. مشيت له حتى المقر اقامته. تفضل قلت له انا قدامك اجا واجهني تجبد في النساء. ثم مستويات انا ما نقبلهاش. مش يقول لي لموني على محب، تسبني تسب لي امي. معناتها انا قريت وصرفوا عليا بابا وامي وزوجتي مضحيه معايا وقتهم عندها الكل النادي الافريقي باش من بعد انت تجي تسبهم وتتهمهم في عرضهم وفي شرفهم. سا باس با بور مو. استاذ فما حمله كانت لطخت عبد السلام اليونسي، مجموعه من الاحباء قدموا ملفات لدى هيئه مكافحه الفساد. شنو رايك في الحاجه هذه؟ نجم يكون فما فساد في التسيير في الهيئه الافريقي؟ ينجم يكون، انا بعيد على التسيير. ما هو كي تلم انت ملعبيه جاو ما ثماش خلاص كذا كذا الامور. عبد السلام صعب على عدو نفسه، صعب على روحه الامور وخلى الناس تشك. انت كصحافي خليك تشك. انا متاكد اللي ثم جانب كبير من الصحفيين اللي يشكوا.
يخليك تشك. خاطر استاذ انت رجل قانون تعرف هو حتى سوء التسيير يعتبر فساد. اي لا لا انا ديما كنت ندافع عليك الفساد بمعنى الاختلاس السرق. بمعنى السرق. وانا جيته في الاوف انا وياه نبداو قاعدين يا عبد السلام يودي علاش تخلي في روحك؟ اتقوا الشبهات. الرسول يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. تيبعد الحلال وبين والحرام وبين. كيف تفسر تجديد عقود بعض الملاعبيه في جام في بعد في سبتمبر يتم الاستغناء عليه؟ هاني قلت لك مو هذا اللي يهبلك راهو، مو هذا اللي يهبلك. زهير الذويدي جدد عقده في جام في عامين كبيرين بعد في الصيف ولا ما عادش ملاعب ولا ما عادش نعطيك اكثر. بغض النظر انه ملاعب مش ملاعب معناها نعطيك اكثر منك. انا زهير صارت لي معاه مشاحنه مره رد عليا في في شمس. علاش؟ زهير كان من الاول اصحاب هو الرئيس معناتها ما عندوش مشاكل. من بعد في فتره الرئيس ولا ما عادش قابل، من بعد رجع ولا اخر العام بعد ما خرج سنه ويا اصحاب بدليل جدد له. وتوا تفهم تقلب المواقف ما تفهموش. نعطيك الحقيقه علاش هو في مخ الرئيس اكيد تعرف. على باش ينهي يسامحوا. يحكي انه زهير معناتها يقلب في المجموعه على الجرافيت على الرابط. اي هذه قالها عامل تالي. هذه قالها لي عامل تالي معناتها وقت لي انا مزدوب ما دخلت معاه. يقول لي انه زهير معناتها من اللي زيليمون بيرتورباتور. هي من بعد هك جددت له. صحيح. وليت ديما انت دونك هذا ما يفهمه كان هو. ما تنجم تسأله كان هو. انا كمال بن خليل نقعد باهت. نقعد باهت. فهمت؟ استاذ ما زلت عند موقفك بخصوص استكمال المسار الانتخابي؟ هذا ما زلت عند موقفي. المسار هذاك انتهى. قانونا انتهى. لكن الجمهور ما عادش قابل اليوم عبد السلام. لا هكا ثم يعملوا الجامعه تاع نقول لك انا نعطيك انا حاجه ريتو لجنه الطوارئ. الخطوه الثانيه هي راي اعلان هيئه عبد السلام غير قانونيه واعلان انتخابات سابقه لوانا. هاو نعطيك انا من طبعا. الجامعه باش تعمل هذا في الايامات الجايه. اللجنه القانونيه نتاعها من حقها. الدليل اللي حددته هو يوم 7 جانفي في. اي تو يجتمعوا ما عادش به مش سي با يرجون معناتها تو يجتمعوا يا اخي الجامعه ما عندهاش كان النادي الافريقي راهو. فهمت؟ طيب اجتمعوا. انا ما نستغربش من هنا الغدوة يخرج بيان من الجامعه في اعلان انه الاجل انقضى. هذه معلومات ولا تخمينات؟ هذه قراءه قانونيه. كي تقرا انت للجنه الطوارئ وتدخل للقانون وتشوف هي كيفاش الجير وتقرا القانون تلقى للخطوه الثانيه اوتوماتيكمون اما اعلان انه وضعيه الهيئه قانونيه او غير قانونيه. ما ثماش حل ثالث. ولهنا اوتوماتيكمون ستكون غير قانونيه لانها غير قانونيه. لازم يكون حل هذا. النادي الافريقي اليوم النادي الافريقي عنده بالنسبه لي انا هذا كله كلام زايد. توا وضعيه نادي الافريقي فيها حل من سنين. اذا ما ثماش حل من سنين هذوما ربي يحسن العاقب. اللي هم الحل الاولاني انه يجي شخص كيما سليم الرياحي. كيما سليم الرياحي ويحط 20 مليار ويفسخ ازيرو تولي ازيرو خاطر وقتها الديون باش نرتاحوا منهم. هذا هذا اللي حتى في المريخ مش موجود. صحيت. دونك علاش هذا حل؟ الديون باش تولي ازيرو والملاعبيه باش يتاهلوا دونك حتى فنيا الفريق باش يتحسن باش تنقص التونسيون وتنجم تبني. اوكي الحل هذا اي كارتي اللي هو صعيب خاطر حتى سليم بيدو عبر على رغبته في انه يرجع. ما ينجمش يجي للاسباب اللي تعرفها انت قضائيا عنده مشاكل دونك لازم ولو انه برشا حتى سليم الريحي عنده بار في اللي صاير النادي. لا عنده اليوم. مش فهمتنيش مانيش نحكي على اللي صار. هو يقول لك توا انا مستعد نفسخ الاردواز مستعد نردها زيرو. عنده فلوس سليم؟ عنده خاطر برشا عباد لا عنده شوك. فلوس لا لا عنده ناكد لك وتوا عنده اكثر من اللي كان عنده. منين؟ يخدم ربي يعاون. لا يخدم انت في تواصل معاه؟ في تواصل معاه معناتها اجا نقول لك انا راني ما نؤمنش بنظريه العدو الدائم والصديق الدائم في الكوره. انا سليم كي قعدت حكيت انا وياه ثم نقاط نحكي ونتواصلوا نكلموا يكلمني نحكي وفكرته فهمت نحكيه وكي يقول لي سليم الرياحي يجي نحكي وانا وياه يقول لي انا رجعت اموري في برشا حاجات عملت مراجعه لنفسي فقت برشا ناس كانوا كنت غلط معاهم فقت برشا ناس كانوا غالطين وجودهم معايا فقت اللي انا عملت الاخطاء هذه باش تقولوا لي تقولوا برافو قولوا برافو كيما انا عملت مراجعه مع عبد السلام. فما امكانيه لعودته؟ اذا تصلحت وضعيته القضائيه نتصور يرجع خاطر هو ياكد. فما امكانيه انه يدفع شكون؟ لا كوم جو لو كوني الفو جيري لوي ميم. خي خاصه انه ما ينجمش يكون هو موجود توا. لا ما ينجم ها سا با باسي فكره مجنونه معناتها ما تنجمش تتعدى. واضح. الحل الثاني قبل ما نختمه خاطر مهم جدا واللي لقيت عليه وابل من الشتم من احبائه في رق اخرى. دولة
الدولة، خاطر هنا نرجع كرجل القانون. اش دخل هالدولة؟ ها باش نقول لك، نرجع كرجل القانون في العالم، في الفرق، في الدوريات المحترفة، انتر ميلان اليوفي مانشستر اللي تحب انت، تشيلسي، وهما ملك لذوات خاصة، ملك العباد. في تونس الجمعيات ما همش ملك عباد. سبيرونس كلوبس فاقس ليتوال سمي، ما يملكوهمش ناس. حمدي المد برئيس الترجي هذه مش ملكه، مش نتاعو. ليتوال كيف كيف هما ملك الدولة، لأنه نحن قانون نتاع الجمعيات هذوما يرجعوا للدولة. دونك أنت يا دولة، علاش قبيليك كي في الأخبار سمعت الكامور ضحكت. أنا قلت البارح الدولة كيما رجعت فانت الكامور يلزمها ترجع الفانة نتاع النادي الإفريقي، وساهل ياسر. 20 مليار بالنسبة للدولة سي غيان، سي غيان. فض المشكل باش تفضوا ماليا، باش تفضوا رياضيا، باش تفضوا مجتمعيا. عاجبك اللي صار اليوم ومازال باش يصير. دونك من جميع النواحي الدولة باش تلقى روحها رابحة، وفي نفس الوقت فلوسها مضمون. كيف تفضوا؟ تعطي فلوس للكلوب؟ بيان سور تسبق. كيف تسبق؟ حتى انا قلت لك ما عندكش كان الفريق في تونس، حتى الفرق الاخرى كيف كيف تقول لك حتى من حقي ناخذ. لا علاش تعطي للكلوب ما تعطيش للفريق؟ باش نجاوبك انا، باش نجاوبك، لانه النادي الافريقي وصلت صاي الحافة الهاوية، الاخرين مازالوا اون بو جيري. وصلوا قبل جمعيات اخرين للهاوية، ما دخلتش الدولة زاد. لا خاطر ما فماش كون اقترح الحل هذا. اقترحوا هما الدولة قالت ليه. انا نحكي لك قانونا نراو سورتو انه النادي الافريقي عندها الكونتر بارتي، بتاتر الجمعيات الاخرين ما عندهمش. احنا عنا عقود استشهار تمكن الدولة من انها تسترجع فلوسها. تي بو بروندر اون كوسيون. احنا ساعات انت مثلا باش تاخذ قرض من البنك، انت باش تاخذ ونجي انا معاك كوسيون في القانون، انا نضمنك. انا نضمنك. زاد هنا النادي الافريقي كانها اخذت قرض من الدولة والعقود نتاعها باش يضمنوها. واضح، فهمت؟ هذا حل قانوني، بخلاف الحل هذايا النادي الافريقي باش يقطع عنه. تيك صحة، شكرا لك استاذ كمال بن خليل، شكرا ياسر جويني في الاخراج، شكرا ناصر السيكري لامنكم البث على الباج فيسبوك، اجمل تحيه.